السلام عليكم. كانت عندك بطاقة الرميد سارية المفعول، راك وليتي كتستافد من التأمين الصحي لامو، والاستفادة من خدمات السبيطارات ديال الدولة غتبقى مستمرة بالمجان. في الحلقة السابقة فسرت لك كيفاش دير باش تعوض في المصاريف باش دوزتي ولا شريتي الدواء ولا درتي تحليلات الراديو وغيرها. اليوم غادي نشرح لك كيفاش تعمر ورقة العلاجات. اولا عمر ورقة العلاجات بالمعلومات ديالك، اي الاسم العائلي والشخصي، رقم تسجيل اللي فايت وصلتي به باس ام اس، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، العنوان ورقم الهاتف. ثانيا خاص الطبيب يعمر الجهة ديالو في الصفحة الاولى والصفحة الثانية، وضروري يشير للرقم الوطني الاستدلالي ديالو يسيني ويطبع. ثالثا في حالة الى شريتي الدواء، الفارماسيان حتى هو خاصو يعمر الجهة ديالو بالثمن ديال الدواء وتاريخ شراء، ويدير الرقم الوطني الاستدلالي ديالو، يدير السينياتور والطابع. ومن بعد زيد على ورقة العلاجات ورقة ديال الطبيب ولي كود ديال الدواء اللي شريتي. رابعا في حالة الى الطبيب طلب منك دير تحاليل او راديوات او غيرها من الخدمات الطبية، فمهني الصحة اللي غتمشي عندهم خاص كل واحد فيهم يعمر الجهة ديالو في ورقة العلاجات. وما تنساش تزيد مع ورقة العلاجات الفاكتورات ديال المبالغ اللي خلصتي بحال التحاليل. ومن بعد ما تعمر مجموع المصاريف في الصفحة الأولى وتسيني في الجهة المخصصة، هامل في التعويض ولا واجد. ما عليك غير تحط الملف في واحد من مكاتب القرب المعتمدة أو في أي وكالة من وكالات الضمان الاجتماعي قبل ما تدوز 60 يوم على تاريخ أول استشارة طبية خاصة بالملف. باش تعرف الدوسي ديالك فين واصل، تسجل في الموقع www.masnss.ma أو لا اتصل على المجيب الآلي على الرقم 05 20 44 71 00. جاء الوقت اللي نستافدو من نفس الخدمات الصحية وتجمعنا حماية وحده.